طبعاً هذه الفعالية نقيمها على مركز تياترو الثقافي من غناء الفنان ناصر المانع، وفنان محب أيضاً للراحل أبو بكر سالم. وإن شاء الله نتمنى أن الكل يستمتع في بالحضور والاستماع للاستماع لهذه الأغاني المذهلة بأمانة. والله غنيت ضب اليمن، وغنيت يا سمار، وغنيت أنا سبب نفسي بنفسي، وغنيت أغنية مسكين يا ناس من قالوا حبيبة عروس. يعني كلهم مجموعة حلوة حق الفنان بكر سالم. يعني أبو بكر سالم إرث كبير. أبو بكر سالم مدرسة كبيرة. أبو بكر سالم يعني أنا عرفته عن قرب، فكنت أستفيد منه الكثير لما كان مثلا ينصحني، حتى يعني ما تلقى في أغاني أسفاف. حتى الذي يهوى واجب على المركز هنا أن يقيم ليلة يستذكر فيها هذه الأغاني، حتى لو كانت الإمكانيات متواضعة، لكن هذا نوع من الوفاء لهذا الفنان العظيم اللي كانت بداياته في دولة الكويت، ولا يتمتع بشعبية كبيرة في دولة الكويت.